الجزيل موسيقى أحبه. عفوا إنك تزعجنا هكذا. مكاننا عام ويجب أن نحافظ على الهدوء جميعا. نريد أن نذاكر. يلحق بهذا المكان مثل الجميع. صحيح لك الحق، ولكن دون أن تزعج الآخرين. هل ستخسر شيئا لو خفضت قليلا من صوت المذياع؟ صحيح، تقدر أن تسمع الموسيقى دون إزعاج. حاول. ها؟ ماذا رأيت؟ كلنا الآن نستمتع بجلوسنا في الحديقة. الانتظار السعيد. توت توت. أنت ولها السعيد. توت توت. برتقالة وحيدة بلا صديق قابلت تفاحة على الطريق. سألتها: أنت ماذا، برتقالة؟ لا، أنا تفاحة لا برتقالة. وتدحرجا معا فقابلا الكمثرى. قالت التفاحة الحمراء للكمثرى: إيه يا تفاحة صفراء، هيا نتدحرج. من أنا؟ أنا لا أتدحرج. ارقصي إذن ونحن نتفرج. ارقصا معي. ومضوا معا معا وصاروا أصدقاء، ملأوا الدنيا صفاء وغناء. كيف تصل الفاكهة إلى السوق؟ من البساتين طبعا. يقطفونها من الأشجار الكثيرة عندما تنضج. السيارات إلى البائعين حيث يشتريها أهلنا. ونحن نحن نأكلها طبعا. أنا أحب الفاكهة فهي مغذية ومفيدة. Thank you.
تعالوا إلى هنا، هيا عندي أشياء تنفعكم، هيا خذوا، هيا خذوا من هنا، هيا تعالوا يا أخوان، تعالوا، تعالوا يا خالد، هيا، تعالوا إلى هنا، تعالوا. اسمعوا، الآن تذهبون نحو نعمان وعبلة، تجمعون الأشياء التي تبدأ بحرف ميم. هيا مثلا مشت، مبرة، مفتاح، صح مفتاح. والآن هيا هيا اذهب إلى نعمان وعبلة. هيا يا خالد، هيا تعالوا يا أطفال، تعالوا، هيا 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 هيا، عندي أشياء تنفعكم، هيا بسرعة. أريد خذ خذ خذ، هذه جميلة، خذ. لا لا لا، أهلا أهلا يا خالد، هيا 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 هيا، تعالوا إلى هنا، هيا 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 هيا، أشياء جميلة، هيا هيا، خذي خذي هذا قطار، خذي. لا، أهلا أهلا بك يا عبير، من جديد. هيا 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 هيا، تعالوا إلى هنا، هيا تعالوا إلى هنا، عندي أشياء جميلة، خذي 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 هذا كتاب، خذي هيا خذي هيا هيا. لا لا لا، ها؟ أهلا أهلا يا إلهام، أهلا. هذا تفضلي، ليش صحيح. نعمان نعمان، مغلق، ألا ترين؟ مغلق مغلق مغلق. نعمان، مغلق أولها ميم، سأخذها من عندك. هيا تعالوا، هيا تعالوا، هيا عندي أشياء تنفعكم، هيا 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 هيا. الظلام شديد هنا، لا أرى شيئا، لا أستطيع أن أرى طريقي هنا، تعثرت بشيء على الأرض. أي أضيء الأنوار هنا، هاي أضيء الأنوار، هاي. مرحبا، أنا الضفدع كامل، أتحدث إليكم من إذاعة افتح يا سمسم، واليوم أتحدث إليكم من بيت علاء الدين صاحب المصباح العجيب الذي تعرفونه جميعا. ها هو الآن، مرحبا، عفوا يا سيد علاء الدين. أهلا يا ضفدع، أرجوك نادني علاء. طيب خبرنا يا علاء، أنت تدعك مصباحك العجيب كما أرى. نعم. لماذا تفعل ذلك؟ حسن، هذا لأنه لا يشتغل، كنت في ظلام دامس إلى أن وصلت أنت. هذا صحيح، سوف أدعكه مرة أخرى. هاي توقف عن الدعك أرجوك، أحاول أن أنام داخل المصباح. انظروا سيداتي سادتي. نعم، هذا كهربان كهربان، هذا كامل كامل، هذا كهربان كهربان كامل. كامل كهربان، أنا عرفتك من شعرك البني الفاتح. شيء مضحك. اسمع، أنت صديق علاء، لماذا لا تصلح له مصباحه العجيب؟ أنت تمزح، أنا كهربان ولست كهربائيا، لا أعرف شيئا عن المصابيح. يا علاء الدين، أظن أني نعم، أظن أني عرفت مشكلة هذا المصباح. ما هي يا كامل؟ أظن أن هذا المصباح لا يوجد فيه لمبة، هذا المصباح يجب أن تكون فيه لمبة كهربائية. لمبة كهربائية في أعلى، هذه فكرة حسنة، سأذهب وأحضر لمبة كهربائية. هو يحتاج إلى لمبة كهربائية وأنا أحتاج إلى عمل آخر. هل حاولت
مرة أن تسكن داخل المصباح. هذا شيء صعب. هي لمبة الكهربائية. حسن رتبها في مكانها هنا. سوف أركبها. ما رأيك يا كامل؟ طيب ما زال لا يشتغل. صحيح يعني لكن اشتغلت مع علي بابا بدلا من هذا المنهج. سوف ننتظر حتى يشتغل. أظن يا علاء أن هناك مشكلة أخرى في المصباح. ترى للمصباح مأخذ، له مأخذ كهربائي أظن. نعم، ويجب عليك الآن هذا المأخذ يجب أن تدخله في التيار الكهربائي. يا إلهي، عندكم وصل للتيار هناك، يجب أن تضع المأخذ فيه. سوف أحاول ذلك. لقد أوصلت. علاء الدين لا يعرف أن يفعل شيئا. سوف نرى الآن. هيا يا مصباح، هيا اشتغل. علاء؟ لا، لم يشتغل أيها الضفدع. يا علاء. نعم علاء، سوف أظل أنتظر. يا علاء، هل حاولت تشغيله من المفتاح؟ مفتاح؟ نعم، يوجد مفتاح كهربائي على المصباح. مفتاح؟ أين؟ ها؟ تعني هذا المفتاح الموجود هنا؟ نعم، تراه هناك، يجب أن تديره حتى يصل الكهرباء إلى البالون. سأحاول، ولكن هذا شيء غريب حقا، ولكن سأحاول. ها أنا أديره. مصباح اشتغل. واو، أليس رائعا؟ نعم، إنه رائع حقا. إنه ليس رائعا، لا أحبه. أنت تعرف أني لا أستطيع النوم في الضوء. مع السلامة. لقد رحل كهربان، لكن مصباحي يشتغل وأنت أصلحته يا كامل. شيء رائع على الضفدع كامل، وقد انتهى برنامجي لي هذا اليوم. طيب، إلى اللقاء يا علاء الدين. تصلح مروحتي الكهربائية وسخان الحمام. أوه كامل، رائع، مصباحي يشتغل. مفتوح. مغلق. هذه القرية في عمان مبنية أسفل الجبل؟ طبعا، حتى تكون قريبة من الماء الذي يلزم للشرب والزراعة. مبنية من الحجارة والطين المتوافرة بكثرة في الجبال والسهول. لا أرى سيارات في القرى الصغيرة. لا يحتاجون للسيارات، لأن الأماكن والبيوت قريبة بعضها من بعض، ويستعملون الحميرة للتنقل عبر الطرقات والذهاب إلى الحقول. من نحن؟ نحن جراثيم. هذا صحيح، نحن نعيش داخل أفواهكم. وتعرفون ماذا نحب أن نفعل هناك؟ نحب أن نلعب على أسنانكم. وهل تعرفون ماذا نترك بعد اللعب؟ التسول. نعم. هيا نلعب. مرحبا يا أطفال. إنها فرشاة الأسنان وهي مسلحة بمعجون الأسنان. هيا نخرج من هنا. هيا بسرعة. لا تخافوا يا أصدقائي،
سأخلصكم من هذه الجراثيم المضرة. تنظيف الأسنان بالفرشاة يخلصكم من الجراثيم الضارة. الألبان يضعون الحليب في وعاء كبير فتنظفه وتعقمه المكائن، ثم يضعونه في علب صغيرة جاهزة للبيع وفيها أنواع الحليب. حليب بالشوكولاتة، حليب بالفراولة، حليب بالموز. ومن الحليب يصنعون الزبدة واللبنة والجبنة في هذا المعمل.
مائدة الفطور تحتوي الكثير من منتجات الألبان المغذية لأجسامنا. إذا أردت أن تعمل بيتا للكلب يمكنك أن تفعل ذلك، ولكنك ربما تفاجأ بأن البيت الذي عملته لا يناسب الكلب. ولكي تعمل بيتا يناسب الكلب عليك باستعمال المسطرة. المسطرة تساعدك على معرفة مقاييس الكلب، ارتفاع الكلب وطوله وعرضه، ثم تبدأ في عمل البيت وتستعمل المسطرة لضبط المقاييس. ارتفاع البيت يناسب ارتفاع الكلب، وكذلك طول البيت وعرضه، وهكذا تحصل على بيت يناسب الكلب تماما. ما لم يدخل الكلب إلى بيته وهو واقف على رجليه الخلفيتين. أخي العزيز بدري. مرحبا يا بدر. الجو اليوم شديد الحرارة يا بدر. هل ذهبت خارج البيت يا بدر؟ أعتقد أن هذا اليوم أشد الأيام حرارة. اسمع يا بدر، ما رأيك بأن أشغل المروحة فتعطينا هواء باردا؟ ما رأيك؟ أنا مشغول. مشغول. بدر مشغول يكتب رسالة. لن أزعج بدر، لن أزعجك يا بدر. مين؟ لو شغل هذه المروحة الكهربائية وستدفع لنا بالهواء البارد. اشتغلت، هواء منعش. كلما دارت المروحة أسرع كلما دفعت بالهواء أسرع ويبرد جو الغرفة. يا سلام، هواء منعش وعليل. أنيس أنيس، نعم بدر، لا ترى أنني أكتب الرسالة؟ نعم نعم، سأزيد من سرعة المروحة الآن. المروحة تدور أسرع والهواء منعش. أوقف المروحة أنيس. يا سلام يا سلام، دفعت أوراقي. المروحة أوقف المروحة. أنا لا أسمع. أوقفها. المروحة المروحة أوقفها. إذن تريدني أن أوقف المروحة يا بدر؟ طيب لحظة واحدة سأوقفها، ولكن لماذا طلبت مني أن أطفئ المروحة؟ ألم يعجبك الهواء أنيس؟ نعم بدر، تعال هنا. ماذا بدر؟ أنيس؟ لماذا فعلت ذلك؟ كنت أنا واقفا في هدوء أكتب رسالتك لأخي بدري، فجئت أنت وأزعجتني، والآن أنا أحس بالانزعاج وبحرارة الجو. ماذا قلت؟ تحس بالحرارة والانزعاج؟ نعم، بالحر والانزعاج. إذا أنا عندي الحل لمن يحس بالحرارة والانزعاج. ما هو؟ هواء بارد. لا لا، هيا تمتع. ما رأيك بهذا الهواء؟ يا سلام يا سلام، كيف لطيف. يا سلام الهواء لطيف جدا. اكمل يا ملسون. في
ذاك العمر يا وطني وروحي طير أغصانك. يا سلام، ما هذا يا مجنون؟ حلوة، سأنشرها في كل الحي. وأنا أيضا أساعدك في نشرها وتوزيعها. وأنا أيضا. ونحن أيضا. شكرا لكم، لكنني في حاجة إلى من يطبعها أولا، حتى يعرف الضرب على الآلة الكاتبة. حمد وعدني بأن يرسل إلي من يطبعها. السلام عليكم. وعليك السلام. تفضل تفضل تفضل. أنا ملسون. ملسون الشاعر. أرسلك حمد. نعم. مستعد؟ نعم. حياتي فيك يا وطني وعمري بين أحضانك، أغني حلو ألحانك وأغفو فوق شطانك. فداك العمر يا وطني وروحي طير أغصانك. نقطة. الشاعر ملسون.